بسم الله الرحمن الرحيم. محمد مهاب الرباعي، 38 سنة، رئيس وكالة أصفار في توزر، أصيل ولاية توزر، مرشح للمجالس المحلية عن دائرة الزبدة توزر. إن شاء الله البرنامج الانتخابي متاعي باش يكون تركز أساس على 5 نقاط هامة، اللي هي البنية التحتية من خلال التركيز على الإنارة والطرقات في شارع الزبدة. النقطة الثانية هي دعم التعليم من خلال توفير مستلزمات المدارس، والنقطة الثالثة هي البيئة والبيئة من خلال التشجير وخلق مناطق خضراء في شارع الزبدة. والنقطة الرابعة هي المشاريع، دعم المشاريع الصغرى من خلال دعم وتوفير الموارد المالية والمستلزمات للسكان، إلى دعم المشاريع الريادية في شارع الزبدة. والنقطة الأخيرة الخامسة هي التواصل مع سكان والمواطنين داخل الشارع أو داخل الحي من خلال الندوات، إن شاء الله تكون دورية، ونوصلوا صوتنا إن شاء الله الكامل، نوصلوا صوت كامل سكان الحي للمعنيين بالأمر. من هذا المنبر إن شاء الله ندعو الشباب وخاصة شباب شارع الزبدة يوصلوا صوتهم ويكونوا عنصر أساسي إن شاء الله في هذه الحملة الانتخابية، بالإقبال المكثف إن شاء الله في الانتخابات، يوم الانتخابات الدور الثاني إن شاء الله. وصوتهم راه بحول الله معملين عليه، وبحول الله صوتهم يكون مؤثر. أخيرا أدعو، أنا محمد مهاب الرباعي ابنكم وابن شارع الزبدة، باش تكونوا حاضرين إن شاء الله في الانتخابات الدور الثاني، وصوتكم راهو مؤثر، وصوتكم هو بحول الله يوصلنا بحول الله باش شارع ننهضوا بشارع الزبدة. وشكرا.